مرحبا، سمع صوت القرمشة. أطيب خبز إيطالي، خبز الفوكاتشا. من تروحون للبيتزا أكو خبز هيجي مثوم، هيجي يخبل، هذاك نفس الطعم بالضبط. يلا خل نبدي. نحتاج إلى ملعقة كبيرة من العسل. العسل ويا زيت الزيتون راح يعطينا اللون الحلو للخبز والقرمشة. وأضيف كوبين مي دافي، ملعقة كبيرة من خميرة، وأحرك أخلي الخميرة تتفاعل فد ربع ساعة ونكمل. كلش بسيط، شوفوا تفاعلت الخميرة عندنا. راح أضيف ربع كوب من اللبن الرايب، طبعا هاي زيادة مني. بعدين ملعقة ونص صغيرة من الملح، زين. بعدين أخلطهم زين، أذوب اللبن والمكونات الباقية، وبعدين أضيف 4 أكواب طحين متعدد الاستعمالات. تريدون طحين الخبز بكيفكم، الكل يصير. هسه نبدي نحرك. خلاص هي هاي راح نعجن بالهذي بالسباتشولا. هيك شوفوا شلون، ماكو داعي هم تستعملون ايديكم. الشي المهم بهذا الخبز انه لازم يرتاح. يعني هسه اخلي له ربع كوب زيت، زيت زيتون لازم، ها اخليه هنا بالكاسه، واخلي العجينه هنا. انتو تشوفوها انعجنت بس بالسباتشولا. هسه هاي لازم ترتاح على الاقل ساعتين مكان دافي، بس اني ما كان عندي وقت، خليتها بس ساعه واحده. ايش قد ما ترتاح النتيجه تكون احسن. هسه راح اخليها ترتاح، ما صار وقت، قلت خلي ساعة تكفي مكان دافي، خليتها كلش. هنا أنا راح أسوي خلطة أعشاب، خليت شايفز، خليت هاي البهارات الإيطالية، الأعشاب الإيطالية، وأنا ضفت زعتر من يمي، فملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة كبيرة من هاي الأعشاب اثنيناتهم الإيطالية. وهذه مقلاة خليت بيها 3 فصوص ثوم، 3 ملاعق كبيرة من الزبدة المملحة، الغير مملحة بكيفكم. أذوبهم، ما أريد يحترق الثوم، من يحترق ما يصير طيب بالأكل، يمرمر. فبس شوية فتح حمصة خفيفة تطلع ريحة الثوم. أضيف الأعشاب اللي أني تعجبني، أو أي أعشاب تعجبكم، الثايم، الروزماري، بكيفكم. شوفوا هاي ورا ساعة، عادة يخلوها ساعتين، فد ساعة هيجي يقلبوها ويرجعون يخمروها. أنا ما خمرتها بعد، نا عندي صينية مدهونة، عادة يخلوها بالمستطيلة، أنا أحب المدور. شوية دهنتها بالزيت، وراح أفرش العجينة، شي بسيط جدا. والعجينة كلش كلش حلوة يعني وسهلة. أنا هسه راح أغطيها خليها ترتاح ساعة لخ، هم يخلوها ترتاح ساعة ونص ساعتين، أني كلها على ساعة مستعجلة. المهم هاي ورا ساعة بقى شلون بقبقت، بق بق بق، زين. يعني ايش راح نسوي بهذا الزيت اللي خليته؟ يعني ابدي شو اسمه هيجي ادوس باصابعي. هذه خطوة كلش مهمة، هاي لو كنت عايفتها في ساعة ونص ساعتين كان اكثر بقبق. المهم هاي الزيت الباقي خليته، واني اضافة مني خليت جبن ابيض، جبن عرب ابيض، حبة سودة بيه، يعني هيجي قلت اخلي جبن. تعرفون احنا نحب الشيء يكون هيجي شكله حلو، جبن يعني فشي كلش طيب. المهم وهذا زيت شوية خليت بعد زيت زيتون، ودخلت الفرن على 450 فهرنهايت، 230 مئوية لمدة 25 دقيقة هيجي او 30 دقيقة. بعرف شلون صار شكلها، روعة روعة، والريحة فتشي طبعا. هسه يجي دور هذا اللي سويناه، الثوم والزبدة، ابرشها بيه هيجي. شوف شلون بالفرشة، واروح واجي، والريحة مال الزعتر والثوم والاعشاب الايطالية فتشي. نانا راح ادخلها بس فت 5 دقائق بس هيجي، تاخذ لون على نفس الدرجه، ما طفيت الفرن، يعني 5 دقائق مو اكثر، بس على مود يعني كل شيء يتجانس مع بعض. وسمعوا
الله 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 الله، تخبل جهال هاي الجو عجبتهم هواية. ما شاء الله على روعة. إن شاء الله عجبكم الفيديو، روعة. أترككم بأمان الله ومع نرمش. السلامة. جربوها ترى كلش كلش طيبة، سووا لي عامل لايك. أكل.